السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هقولكم على طريقة حلوة جدا عشان نفضي مساحة من على الموبايل، بس عن طريق الواتس. طب ازاي عن طريق الواتس؟ اولا احنا معظمنا كل كلامنا على الواتس، جروبات بقى مع اصحابنا وكده. فالطريقة اللي هقولها لكم هتفضي مساحة كتيرة جدا من الموبايل. فيلا بينا نعرف الطريقة ازاي. نفتح الواتس وبعدين هنضغط على الثلاث نقط اللي في الجنب دول، هنيجي لآخر اختيار اللي هو الإعدادات. بعدين هتفتح لنا الصفحة دي، هنختار رابع اختيار اللي هو المساحة والتخزين. هيجيب لنا هنا اللي هو تاني حاجة، بس بيستنى بس الأول يجمع يعني، وبعدين هنضغط عليها. جمع كده، ادي تاني اختيار اللي هو التخزين او المساحة. هيجيب لنا هنا كل المحادثات اللي عندنا، وهيجيب جنبها الارقام، او واخدة كام جيجا، واخدة كام كيلو بايت كده، واحنا براحتنا بقى نمسح اللي احنا عايزين. يعني مثلا اول حاجة عندي، اول جروب عندي واخد 235 كيلو بايت، اللي بعده 98، وبعد كده برضو. فهنيجي مثلا عند الجروب ده، هنلاقيه جايب لنا هنا كل حاجة لوحدها، الرسائل والاتصالات والموقع والصور وكل حاجة، والفيديوهات والأوديو والملفات، كل حاجة لوحدها. فهنيجي عند آخر حاجة اللي هي free up space، ان احنا نفرغ مساحة. هنضغط عليها، هنلاقي جايب لنا بقى ظهرت المربعات دي. هنضغط عن الحاجة بس اللي احنا عاوزين نمسحها، او الحاجة اللي واخدة مساحة اكبر. يعني مثلا انا مش عايزة امسح الرسائل بس عايزة امسح مثلا الصور، فهنشيل علامة الصح من جنب الرسائل وهنسيب مثلا الصور. وكذلك احنا بنحدد براحتنا الحاجات اللي موجودة او اللي عايزين نشيلها، وبعدين هنضغط ديليت حذف بس. خلاص كان في هنا الصور اهي اتمسحت، كل المساحة بتاعتها اتمسحت وبس كده. وطبقوا الطريقة دي على اي جروب او اي حد بتكلموه، او يعني هتفضوا مساحة كتيرة جدا بجد يعني. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك ولايك، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.